فكرة وحشة جدا ان نحط لنا امتحانات في رمضان وواحد صايم. ذكريات وحشة قوي مش عايزة افتكرها. يعني احنا بنحب رمضان بقى طقوسه الحلوة واللذيذة وكده، بس الموضوع مرهق جدا في الصيام. وبننزل الصبح كده والجو حر واحنا صايمين ومتمرمطين، نيجي نمتحن ونروح بقى وهكذا بقى لغايه ما رمضان يخلص. هي المواد ثقيله وجايه مع ان هي مفروض في الصيام وكده، المفروض اصلا وقت رمضان ده وقت عباده، وقت خلاص بقى فرجه على التلفزيون وان انت بتستمتعي بوقتك يعني وبتمارسي الطقوس بتاعه رمضان. فاللي انت تروحي تمتحني يوم او يوم لا يعتبر يعني في الجامعه وسط الحر اللي موجود ده، فهو حاجه صعبه يعني. يعني موضوع الصيام مش مؤثر في المذاكره على قد ما هو مؤثر في وقت الامتحان نفسه. يعني في وقت الامتحان نفسه بتبقى قاعد 3 ساعات انك تطلع مجهود ذهني وعصبي ومع ضغط الامتحان والضغط، الموضوع كله بيبقى مؤثر في وقت الامتحان في الثلاث ساعات بتوع الامتحان بس. هو ربنا بيقوي يعني، مش فكره مش مساله امتحانات في رمضان او غير رمضان، الفكره ان ربنا بيقوي الجميع واللي عايز يذاكر هيذاكر. بالعكس الامتحانات في رمضان بتساعد الواحد انه يذاكر، انه طول اليوم مش بيفكر غير في المذاكره بس. لكن لو انا فاطر او حاجه كل شويه بفتح الثلاجه، كل شويه مش عارف بنزل اقعد مع اصحابي شويه في الكافيه هنا 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 غيره. بالنسبه للامتحانات في ايام رمضان انا شايفها من وجهه نظري عادي، ما بتفرقش كتير عن الايام العاديه. الامتحانات عندنا بنذاكر، ان احنا بنذاكر بعد الصيام عشان طول يوم في وقت الصيام بيبقى الموضوع تعب شويه وبنبقى نايمين طول اليوم اساسا، فاللي هو بنذاكر بعد الفطور. كلية هندسة جامعة القاهرة. هي الفكرة وفي تظبيط الوقت وكده يعني مش عارف، هو احنا الكلية بتحطنا ان احنا لازم كده نظبط وقتنا. امتحانات في رمضان بجد سيئة جدا، لان الجو بيكون فظيع جدا والشمس بتكون حر قوي. المدرجات بتكون الجو فيها حر جدا لان طبعا مفيش مراوح متوفرة كتير يعني جوه المدرج، وبعددنا كبير. الوقت اللي بنبقى قاعدين فيه بنمتحن بنبقى حاسين بمعاناه بجد يعني. لازم ناجل كمان يعني عشان ناخد فرصه في رمضان شعائر دينيه ونعيش جو رمضان، لان احنا فعلا ما بنعيش جو رمضان اساسا. انا طول مثلا الليل بذاكر وانا مثلا ببقى عايز انزل اصلي في الجامع. بقى لي كذا فتره متعودين ان احنا بنتعب في رمضان، يمكن رمضان ساعات الدنيا حر زياده شويه او كده. قبل الفطار بنقعد كده شويه، ممكن ساعات بذاكر وساعات لا على حسب انا قادره اعمل ايه. بعد الفطار بقى لغايه الفجر ان شاء الله بنقعد بس ونيجي نمتحن بقى. للاسف بنروح نذاكر بعد الفطار طبعا وبعد السحور، وبيفضل مطبق لان الصبح خلاص ضايع. بس من ثالثه ثانوي بنمتحن في رمضان، بس يعني كل مره امتحانات بتبقى اقل من المره اللي قبلها يعني. والله امتحانات السنه يعني هي كويسه جدا، بس للاسف يعني حاجه لسه مصدفانا برده دلوقتي. دكتور ممكن يكون هو حط الامتحان كام ده كله، لكن احيانا ما بيراعيش مثلا الطلبه مثلا، يعني الطلبه بس بتبقى صايمه جايه مثلا مواصلات ظروفها عامله ايه الكلام ده كله. هي مش مساله اكتر، هو لا بالتاكيد ان الايام العاديه مثلا بتبقى طاقتي زياده، بس هي الفكره في رمضان عادي اللي هي مش مؤثره عليا، مش مؤثره عليا المذاكره على الصيام خالص. اتعودت كل حاجه، بس كل سنه طبعا الجو بيبقى اسوأ من اللي قبلها فبيبقى كده كتير يعني. فليه فياريتي ياجلوا الامتحانات لبعد رمضان، يعني بعد كده يبقوا خلوها قبلها، بس مش عارفه، بس ياريت بعدها اكيد يعني. اول ترم محدش يعني يعينا خالص بالمنظر ده، الجو وحش، صيام، امتحانات، الواحد يذاكر قد كده ويطبق يخش ما يحلش يعني. الواحد ما كانش بيذاكر، دلوقتي الحمد لله ربنا كرمه وبيذاكر ما بيحلش برضه.